بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في 10 minutes basic neonatology. ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ مصر وأهلها الطيبين من كل مكروه وسوء. هنكمل سلسلة محاضراتنا basic neonatology. النهاردة هنتكلم على small for gestational age, large for gestational age and infant of diabetic mother. احنا كنا اتكلمنا قبل كده في classification of newborns, اتكلمنا على الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو جستيشنال ايج, وقلنا فيه البريترم والترم بوسترم, واتكلمنا اكوردنج للبيرث ويت, قلنا ان فيه لو بيرث ويت ومودريت لو بيرث ويت ونورمال ويت واللارج ويت, وقلنا فيري لو بيرث ويت, وقلنا اكستريم لو بيرث ويت, وقلنا ان الارقام احيانا بيبقى فيها بعض الاختلاف, هل 850 مثلا اكستريم لو بيرث ويت او 750, فالحقيقه في اختلاف في الارقام, وزي ما بقول لكم الطب نسبي متغير, في بعض الارقام متغيره. النهارده هنتكلم على الاس جي اي والال جي اي والانفنت اوف دايابيتيك ماذرز, وقلنا ان في ده جاي نتيجه الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو بيرث ويت ان ريليشن تو جستيشنال ايج. احنا قلنا الكلاسيفيكيشن في سمول فور جستيشنال ايج, وده البيرث ويت less than 10th percentile for gestational age او standard deviation to standard deviation below the mean for infant gestational age. في appropriate for gestational age, وده البيرث ويت ما بين 10th and 90th percentile for gestational age. و large for gestational age, birth weight more than 90 percentile for gestational age او standard deviation above the mean for gestational age. هي الستاندرد ديفيجن هي حسبة مختلفة تقريبا عن البرسنتايل تشارت, وان كان في بعض الاوثرز يعني عاملين ريليشن ما بين البرسنتايل تشارت والمين والستاندرد ديفيجن. يعني مثلا هو مثلا يقول مثلا ان الستاندرد ديفيجن above يعادل تقريبا, لو انا حطيته على البرسنتايل تقريبا هيبقى قريب من 97 برسنتايل. الماينس 2 ستاندرد ديفيجن يعني تقريبا هيبقى عند تقريبا 2.3 برسنتايل. هنشوف كده الكيرفز, يعني ممكن نستفيد برضو, ده اللي هو البرسنتايل كيرف. واحنا عندنا هنا العيان, احنا مثلا طفل مثلا سي عنده 40 اسبوع, اوكي فول تيرم مثلا, ووزنه طالع مثلا 3 كيلو, فبنمشي كده مع ال 3 كيلو مع ال 3 كيلو مع ال 40 اسبوع. نشوف احنا هنا فين, ادي 40 اسبوع و 3 كيلو, هيطلع البيبي تقريبا هنا يعني ما بين ال 90 وال 10 برسنتايل, يبقى هنقول ان ده appropriate for gestational age. لو البيبي ده اقل من مثلا هو 40 اسبوع, اوكي مع بعض اهو, ووزنه مثلا كيلو ونص, يبقى بنمشي مع الكيلو ونص كده بالعرض كده لحد ما نيجي هنا عند ال 40 اسبوع, يبقى ده below 10th percentile, يبقى العيان ده هيبقى نقول عليه small for gestational age. لو هو مثلا عيان 30 اسبوع مثلا ووزنه طالع 2 كيلو, يبقى نمشي مع ال 2 كيلو هنا اهو 2 كيلو, وناجي ادي 30 وادي مع ال 30 2 كيلو, يبقى ده above 10th percentile, ده اللي هو البرسنتايل. انما الستاندرد ديفيجن هي معادله ثانيه وشكل ثاني, زي يعني هي بالظبط كده, بيجي على المين وبيشوف الديستريبيوشن اوف او السكاتر اوف اوبزرفيشن اواي فروم ذا مين. يعني عندي هنا المين اهو, ده المين, وبيشوف السكاتر اوف اوبزرفيشن اواي فروم ذا مين. تقريبا زي ما قلنا كده, يعني هي ال 97 برسنتايل تعادل تقريبا ستاندرد 2 ستاندرد ديفيجن, و 2.3 تقريبا تعادل ماينس زي ما احنا شايفين اهي ماينس 2 ستاندرد ديفيجن. يبقى هو عباره عن الستاندرد ديفيجن دينوت ذا ديجري اوف ديسبيرشن اور ذا سكاتر اوف اوبزرفيشن اواي فروم ذا مين, ده اللي بيسموه بيل كيرف. ماشي,
خلينا احنا نقول نشتغل بالبرسنتايل، انما اذا ذكرت كلمه ستاندرد ديفيجن يبقى عارفين يعني ايه ستاندرد ديفيجن. تعالوا بقى نقول نتكلم على السمول فور جستيشنال ايج، يبقى احنا عارفين الديفينيشن بتاع السمول فور جستيشنال ايج، بير بيرس ويت بيلو ذا 10th برسنتايل او اقل من 2 ستاندرد ديفيجن اوف جستيشنال ايج او فور جستيشنال ايج. ايه الاسوشيشن او الفاكتورز اللي تبقى موجوده او الممكن نقول عليها ايتيولوجي مع حالات الاس جي اي اللي هو السمول فور جستيشنال ايج، مع الماتيرنال فاكتورز، مع في بلاسينتال فاكتورز. ماتيرنال فاكتورز زي الماتيرنال ايلنس بقى او هايبرتنشن ودايابيتس، يبقى ماتيرنال فاكتورز ممكن تبقى اتريبيوتد للاس جي اي. في بلاسينتال فاكتورز زي الانفاركشن، بلاسينتا بريفيا، ابروبش بلاسينتا، اناتوميك مال فورميشن للبلاسينتا. في الفيتال فاكتورز، ودي الفيتال فاكتورز دي تقريبا يعني غالبا بتعمل سيمتريكال سمول فور جستيشنال ايج. يعني ايه سيمتريكال سمول فور جستيشنال ايج؟ يعني البيرث ويت واللينس والهيد سيركمفرنس تقريبا كلهم ديبريز زي بعض، لان عندنا في حاجه اسمها اسيمتريك هنقولها بعد كده، اسيمتريك سمول فور جستيشنال ايج هيبقى فيه disparity between the birth weight, length and the circumference. ايه ال other factors associated with SGE؟ ال congenital infection اللي هي بيرمز لها بالابريفيشن تورش. في كروموزومال abnormalities، الكروموزومال abnormalities ممكن تعمل لنا small for gestational age. congenital malformation، dysmorphic syndromes and other congenital anomalies, fetal diabetes mellitus. الفيتال diabetes mellitus على فكرة ممكن ال infant of uncontrolled diabetic mother هيبقى large، انما ممكن يبقى في stages معينة ممكن يبقى يتولد small for gestational age. في familial causes, multiple gestations and constitutional, كل دي causes او association مع ال SGE small for gestational age. ايه المانيفستيشن اوف جستيشنال ايج اوف سمول فور جستيشنال ايج؟ الحقيقه لازم الاول بس نبقى عارفين ان احنا يبقى عندنا نعمل ميجرمنتس، نعمل شوف الويت واللينس والهيد سيركمفرنس، ويبقى بيلو ال 10th برسنتايل، لان في عندي سيمتريك واسيمتريك زي ما قلنا كده. في الاسيمتريك جروس ريتارديشن ده ديو تو فاكتورز ذات افكت لاست بارت اوف بريجنسي، بيكون الهيد سيركمفرنس تقريبا يعني خد السايز قريب من السايز النورمال سايز بتاعه، انما الويت هيبقى متاثر شويه. فالويت لايز اون ذا لوور سنتايل ذان ذا هيد، يبقى الهيد هتبقى تقريبا الى حد ما ربما مثلا هتبقى اقل مثلا على الـ مثلا بيلو 10 برسنتايل بمسافه صغيره مثلا. والله ممكن لو انا يبقى الويت مثلا يبقى عندي اقل من الفيفث برسنتايل، هيبقى فيه ديسبروبورشن ما بين البرسنتايلز اوف هيد سيركمفرنس اند ويت. فيه التاني سيمتريكال جروس ريتارديشن، وده بيحصل في الايرلي بريجننسي، وده غالبا مع حالات الكونجينيتال انفكشن. هنلقى الهيد سيركمفرنس واللينس والويت ار ديكريز ان بروبورشنيت واي. ايه بقى المانيفستيشن اللي هنشوفها؟ هنلقى السكين في حالات السمول فور جستيشنال ايج هنلقاه دراي ولوز وثيك وديكريز سبكوتينس فات اند مال نارشد ابيرنس، بالظبط يشبه الطفل المرازمس. في الامبيليكال كورد هنلقاه ثين، الايرز والبريست اند جينيتاليا ار ماتيور عكس البريماتيور بيبي اللي احنا قلناه قبل كده، وهنلقى فيه جود ماسل تون. طيب هنقول بقى نشوف الفرق ما بين سيمتريك واسيمتريك سمول فور جستيشنال ايج او جروس ريتارديشن. ده نورمال جروس ماشي مع بعضه، انما نجي للبيبي الثاني هنا نشوف كده يعني هنا مثلا ده اسيمتريك ليه؟ لو نشوف ريليشن اوف السيركمفرنس هنا في العيان ده للبقيه البادي هنلقى الهي سيركمفرنس هنا كبير، يبقى نقول عليه اسيمتريك. يبقى انا عندي فيه ماركت لوس اوف ويت انما الهيد سيركمفرنس لما يتاثر، يبقى بنسميه اسيمتريك جروس ريتارديشن، وده نتيجه ليجن في اللاست بريجننسي او في لاست ثري تريمسترز. طب نشوف السيمتريك، هنشوف الهيد سيركمفرنس الريليشن ما بين الهيد سيركمفرنس
وما بين البادي تقريبا هم ذا سيم، مفيش ديفرنس بينهم، انما هنا واضح ان الهيد سيركمفرنس هنا كبير. اوكي يا شباب؟ اوكي، يبقى انا عندي فيه سيمتريك واسيمتريك انتر ترانجلوس ريتارديشن او سمول فور جستيشنال ايج، وده الفرق بيناتهم فكره الهيد سيركمفرنس والافكشن اوف هيد سيركمفرنس. ايه الكومبليكيشن اوف سمول فور جستيشنال ايج؟ هنلاقي عندنا ريسبيراتوري كومبليكيشن في صوره نتيجه البرينيتال ديبريشن، هيبقى عندنا ميكونيوم اسبيريشن اند بالمونري هيموريدج، هيبقى عندنا هايبوغلاسيميا اند هايبوثيرميا، عندنا كونجينيتال انفكشن ممكن تبقى اسوشيشن كاكوزيشن، عندنا في كونجينيتال انوماليز. ماشي، نيجي نشوف بقى المين كوزز اوف لو بيرث ويت انفنت. ده سؤال ممكن نساله ويجي في الاكزام. مش كل اللو بيرث ويت انفنت نقول عليهم بريماتور. البريماتوريتي وان اوف ذا كوزز اوف لو بيرث ويت انفنت. بريماتوريتي ديت اشهر سبب طبعا، وقلنا هي تقريبا 10% من البريتيرم او من البيبيز بتولدوا بريتيرم، يعني تمثل نسبه كبيره على فكره من الكوز اوف لو بيرث ويت انفنت. ممكن تبقى طبعا البريماتوريتي بقى زي ما قلنا قبل كده وشرحناها في المحاضره اللي قبل كده، قلنا ممكن تبقى لها اسباب كتيره يعني شرحناها فيما قبل، انما هنقول بس سمرايزيشن زي ممكن تكون اليوباسيك او انتي بارتم هيمورج او بريماتور رابشر اوف ممبرين او بولي هيدرامنس او فيتال انوماليز. ماشي، ايه السبب الثاني اوف لو بيرث ويت انفنت؟ الديس ماتوريتي. ده ممكن يبقى فول تيرم بيبي وهو ابير سمول فور هيز جستيشنال ايج اند اسيمتريك ريتارديشن كوزد باي بلاسنتال انسفيشنسي. يبقى اول حاجه البريماتوريتي، ثاني حاجه الديس ماتوريتي. ممكن بقى تبقى لو في ماتيرنال كرونيك النس او مالتيبل بريجنسي ممكن اتريبيوتد للديس ماتوريتي اللي احنا بنقول عليها. ثالث حاجه اللي هو الهايبوبلاستيك بيبي لو بيرث ويت بيبي كوزد باي فيتال بروبلم اند سيمتريك ريتارديشن. زي ايه الاسباب؟ زي ممكن الكروموزومال ديس اوردرز وزي الكونجينيتال انفكشن. الحاجات دي بتحصل ايه؟ وبالتالي يبقى عندنا هايبوبلاستيك بيبي، يبقى في ديس ماتوريتي وهايبوبلاستيك بيبي وبريماتوريتي، هم تقريبا دول الثلاثه مين كوز اوف لو بيرث ويت انفنت. اوكي يا شباب؟ طبعا ممكن الكروموزومال ديس اوردرز او زي ما قلنا في الهايبوبلاستيك بيبي كروموزومال ديس اوردرز او كونجينيتال انفكشن او كونجينيتال انوماليز. في بعض المصطلحات كده زي كونستيتيوشنال سمول انفنت والاي او جي ار. الكونستيتيوشنالي سمول انفنت ده تقريبا يمثل 70% من الانفنت ويز بيرث ويت بيلو ذا 10 برسنتايل، اللي هو تقريبا ده هيبقى نقول عليه ايديوباثيك او ممكن يبقى فاميليال. They have no increased obstetric or neonatal risk. ما فيش عندنا لا obstetric ولا neonatal risk. وده عبارة عن constitution is small, anatomically normal, well proportionated, and have normal development. وده الجروس parallel to the lower percentile throughout the pregnancy. والغالبا المظهر بتبقى usually slim. IUGR يبقى احنا عندنا ده continuous growth below ال 10th percentile. طيب الاي او جي ار، الاي او جي ار انتروتراين جروث ريتارديشن اللي هو بيسموه فيتال جروث ريستريكشن، وده ديسكرايب ديمينيش ذا جروث فيلوسيتي ان ذا فيتس از دوكيومنتد باي ات ليست تو انتروتراين جروث اسسمنت. البيبي مثلا تحت ال 10 برسنتايل، واما نقيسه تاني مثلا هنلاقاه اقل بدرجه اكتر كمان. شوف كده مثال، يعني احنا لو عملنا ديمونستريشن للكونستيتيوشنال جروس ريتارديشن، هو الكونستيتيوشن هنلاقيه ايه؟ هنلاقيه ماشي بطريقه ثابته، ماشي زي ما احنا ماشيين كده مثلا، ده هيبقى نقول عليه كونستيتيوشنال جروس ريتارديشن. انما لو انا لاقيه الجروس بتاعه انتروتران جروس ريتارديشن ماشي بالطريقه دي، ماشي كده وبيبعد كده 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 كده، لما اشوف هنا كده هنلاقيه نزل نزل جامد. يبقى عندي هنا ده اي او جي ار، الكيرف اللي تحت ده بتاع الاي او جي ار، انما ده بتاع كونستيتيوشنال جروس ريتارديشن اللي هو هنا ده، ماشي ده كونستيتيوشنال، انما ده هيبقى اي او جي ار. اوكي يا شباب؟ اوكي، تعالي بقى نجي للاستاذ المقلبص الحلو الجميل ده اللي هو لارج فور جستيشنال ايج. عايز اقول بس معلومه، مش كل لارج فور جستيشنال ايج انفنت اوف دايابيتيك ماذر.
زي ما احنا قلنا مش كل لو بيرث ويت انفانت يبقى بريماتور بيبي، كذلك مش كل لارج فور جستيشنال ايج بيبي هيكون انفانت اوف دايابيتيك او ان كنترول دايابيتيك مذر. ايه الكوزس بقى؟ اولا ديفينيشن، ده بيرث ويت اباف ذا 90 برسنتايل فور جستيشنال ايج او 2 ستاندرد ديفيشن اباف ذا مين فور جستيشنال ايج. الاتيولوجي مهم قوي، يبقى مش كل لارج فور جستيشنال ايج انفانت اوف دايابيتيك مذر، ممكن يكون كونستيتيوشنال فاميليال يعني الاب والام او رانس ان فاميلي، يبقى كونستيتيوشنال او انفانت اوف دايابيتيك مذر او هيدروبسي فيتاليس او سم بوستيرم انفانت، وبعض السندرومز زي البيكوس فيدمان سندروم او الاذر اوفر جروث سندرومز. دول اشهر الحاجات اللي هي بتعمل لنا اللارج فور جستيشنال ايج. يبقى عندنا كونستيتيوشنال، ممكن نبقى مع نركز مع بعض، كونستيتيوشنال انفانت اوف دايابيتيك مذر هيدروبسي فيتاليس سام بوست تيرم انفانت اند بيكوس فيدمان اند اذر اوفر جروس سندروم. طيب نشوف ايه الكومبليكيشن اوف لارج فور جستيشنال ايج. كومبليكيشن عندنا اشهر كومبليكيشن طبعا بيرث انجريز، وخصوصا مع الفاجينا ديليفري، هايبوجلايسيميا لان من اشهر الاسباب لارج فور جستيشنال ايج infant of uncontrolled diabetic mother، ممكن زي ما بنقول بقى بقيه الكومبليكيشن اوف infant of diabetic mother وهاي neonatal mortality rate لحالات اللي هي large for gestational age. المانجمنت لللارج فور جستيشنال ايج عموما look for evidence of birth trauma، مهمه جدا لان هي دي اكتر حاجه بتواجهنا، زي البريكال بريكسس انجري، وممكن يحصل عيان يحصل له intracranial injury وبالتالي يدخل في perinatal depression. Allow the infant to feed early and monitor the blood sugar level. Consider polycythemia في الحالة دي لأن في مشاكل للpolycythemia ممكن نذكرها في the infant of diabetic mother. تعالوا نتكلم عن the infant of diabetic mother ونشوف، وده بقى احنا من أشهر الكوز زي ما قلنا of large for gestational age. The infant of diabetic mother pathogenesis، عايزين بس نركز في التيبل ده، الحقيقة ده هيفيدنا في كل القصة بتاع the infant of diabetic mother. لو الام عندها هايبر جلايسيميا انا عندي هيحصل ثلاثة سيكولي، هيحصل فيتال هايبر جلايسيميا، وعندنا هيحصل فيتال هايبر انسولينيميا، وعندنا هيحصل في الاخر فيتال هايبر جلايسيميا وهايبر انسولينيميا، وكل حاجه من الحاجات دي طبعا هيبقى لها امباكت على البيبي. تعالوا نتكلم عن الحاجه الاولى اللي هي الفيتال هايبر جلايسيميا، ايه الامباكت اوف فيتال هايبر جلايسيميا على الفيتس وعلى النيوبورن. هيحصل ممكن نعمل congenital anomalies، ماشي، ممكن يحصل decreased early growth. يبقى زي ما احنا قلنا ال infant of diabetic mother ممكن يبقى large for gestational age وممكن يكون small for gestational age. لو عندنا fetal hyperglycemia وحصلت early هيبقى لها impact على الجروث وبالتالي هتأفكت الجروث. يبقى انا infant of diabetic mother ممكن يبقى large وممكن يبقى small for gestational age، ماشي، decreased early growth. الحاجة التالتة اللي بيعملها الفيتال هايبرجلايسيميا بيحصل بيبقى associated معها هايبر انسولينيميا والمشاكل اللي احنا هنقولها بعد كده. طيب الفيتال هايبر انسولينيميا، الفيتال هايبر انسولينيميا هتعمل ايه؟ هتعمل نيونيتال هايبوجلايسيميا، وهتعمل ايه؟ سيرفاكتن ديفيشنسي، وهتعمل اماتيوريتي في الليفر ميتابوليزم. طب الاماتيوريتي في الليفر ميتابوليزم هيبقى لها امباكت على ايه؟ على حاجتين، هيبقى لها امباكت ان العيان هيحصل له هيبقى جوندست، الحاجة التانية هيبقى liable للستروك لأن احنا عندنا الكواجوليشن فاكتورز وعندنا البروتين سي والبروتين اس الحقيقة بيتكونوا في عن طريق الليفر، وبالتالي أنا العيان بيبقى liable اللي عندي أكتر من فاكتور، لأن أنا عندي فاكتور تاني ممكن العيان يدخله في جوندس وستروك غير فكرة الفيتال هايبر انسولينيميا. الفكرة التانية جاية من ايه؟ جاية من العيان ده لو عنده هايبر انسولينيميا وعنده هايبر جلايسيميا هيبقى ماكروسوميك وهيبقى لايبل للفيتال هايبوكسيا. الفيتال هايبوكسيا هتعمل ايه؟ يعني لو نجي مع بعض كده الفيتال هايبوكسيا هتعمل ايه؟ هتعمل تعرض العيان لبوليسايسيميا. البوليسايسيميا هيبقى لها امباكتين على تعمل تصاعد في الجوندس وهيبقى لها امباكت على اللايبيليتي للستروك. يبقى احنا عندنا في فيتال هايبرجلايسيميا وعندنا فيتال هايبر انسولينيميا وعندنا فيتال هايبرجلايسيميا اند هايبر انسولينيميا. الفيتر هايبرجلايسيميا اند هايبر انسولينيميا هتدينا ماكروسوميك بيبي. الماكروسوميك بيبي ده لايبل لاكتر من حاجه، لايبل للبيرس اسفيكسيا وطبعا للبيرس انجري والكارديوميوباسي والتي تي ان. يبقى انا الماكروسوميك بيبي نتيجه الهايبر انسولينيميا والهايبرجلايسيميا هيبقى لايبل للبيرس اسفيكسيا الكارديوميوباسي التي تي ان اللي هو ترانزيانت كيبني اوف ذا نيوبورن. هيبقى لايبل لايه تاني؟ للفيتر هايبوكسيا. والفيتر هايبوكسيا هيبقى لها امباكت على
تعمل داخل عن فيبولوس ياسيمي وتعمل ايرن ابنورماليتي. كل ده كله في الاخر النت ريزلت صار نتيجه الفيتال هايبوكسيا او نتيجه الجوندس والستروك العيان يبقى لايبل للبور نيورو ديفلوبمنتال اوت كام. ده تقريبا سمرايزيشن، وسمرايزيشن انا شايفه كويس ل او الباثوجينيسيس للانفنت اوف دايابيتيك مذر. نشوف الانسيدنس اوف انفنت اوف دايابيتيك مذر تقريبا 3-10% او بريجننسي ار كومبليكيتد باي ابنورمال جلايسيميك كنترول. فاللايبل للعيان ان هو يبقى عنده او انفنت اوف دايابيتيك مذر بالسيكو اللي احنا قلناه. الكلينيكال فيتشرز اند كومبليكيشن، احنا شفنا الباثوجينيسيس مع بعض، وبالتالي ممكن نستنتج كل البروبلمز اللي احنا ممكن فيتال بروبلمز. مثلا العيان يبقى عنده مالفورميشن، كاردياك مالفورميشن، نيورال تيوب ديفكت، ساكرال اجينيسيس، رينال اجينيسيس اند سكيتال مالفورميشن. العيان يبقى ماكروسوميك، وما يبقى ماكروسوميك يبقى لايبل للبيرس انجري. ممكن العيان يبقى عنده انتروترين جروس ريتارديشن ان ليس ذان 5% اوف انفنت. يبقى احنا فهمناها هي نتيجه ايه؟ نتيجه الهايبر جلايسيميا ايرلي اللي هو الانتروترين جروس ريتارديشن. النيونيتال بروبلمز، العيان يبقى مولود لابل للهايبوغلاسيميا نتيجه الهايبر انسولينيميا، عنده ريسبيراتوري ديستريس سندروم اند ترانزيانت تاكيبنيا اوف ذا نيوبورن. وقلنا تفسير دي وتفسير دي ايه؟ الريسبيراتوري ديستريس سندروم نتيجه الهايبر انسولينيميا اللي عنده، وعنده لابل للتي تي ان لما بيبقى ماكروسوميك بيبي. وبيبقى مولود نيرلي يعني فول تيرم او نير تيرم. بيبقى العيان لابل هايبوكالسيميا والهايبوماجنيزيميا في 50% اوف كيسز وذين 72 اورز اوف بيرث. العيان يبقى لابل للبوليسيسيميا، وقلنا البوليسيسيميا جايه نتيجه الايه؟ الهايبوكسيا او الهايبوكسيميا. عنده لابل الهايبر بيلروبينيميا، وقلنا تفسيرها ده نتيجه البوليسيسيميا والانفكتيف اريستروبويسيس. الحاجه الاخيره اللي احنا قلناها كمان الاماتيوريتي اوف ذا ليفر ميتابوليزم. النيونيتال بروبلمز ممكن لان برضه يبقى لابل للكارديومايوبس هارت فيلير، هايبوكسيك سكيميك انسيفالوباسي، هاي ريسك فور ديليت ديفلوبمنت. احنا نرجع مع بعض كده علشان نقول ان شو ان ان الجدول ده والدياجرام ده الحقيقه انا شايفه مفيد جدا لفهم فكره الانفنت اوف باثوجينيسيس اوف انفنت اوف دايابيتيك مذر. اوكي يا شباب. طبعا لايبل هاي ريسك اوف كونجنتال انفكشن ورينال فينس ثرومبوز. الانفستيجيشن اللي نعملها العيان انفنت اوف دايابيتيك مذر، نعمل له لابوراتوري انفستيجيشن، نعمل له سي بي سي وبلاد جلوكوز وكالسيوم اند بلوروبين اند ماجنيزيوم، نعمل له ايمجنج، نعمل له شيست اكس راي وايكوكارديوجرافي وابدومينال سونار. المانجمنت ديليفري شود بي ان هوسبيتال، طبعا لابد ان هو يكون في ويل اكويبد بيرسونيل ستاف اند اكويبمنت. Supportive care should be given while continuous evaluation of the infant is made as early as possible. طبعا support مهم جدا علشان ما يدخلش في المشاكل بتاع الهايبوغلاسيميا والهايبوكالسيميا والاذر كومبليكيشن. الافتر بيرث لازم نعمل مونيتورنج للميتابوليك ابنورماليتيز وخصوصا الهايبوغلاسيميا. نعمل ايه؟ نشوف البلد جلوكوز، نقيس البلد جلوكوز within 30 minutes of delivery، وبعدين كل 3 ساعات for at least 48 hours. نستارت ايرلي فيدنج فور اسيمبتوماتيك انفنت، ولو الانفنت از انيبل تو توليريت اورال فيدنج ندي جلوكوز شود بي جيفن باي بريفرال اي في انفيوجن ات ريت اوف 6-8 ملي جرام بير كي جي بير مينت. اوكي يا شباب، نعمل كيرفول مونيتورنج اوف كومبليكيشن، وبالتالي ده الكيرفول مونيتورنج اوف كومبليكيشن ده هيحصل فين؟ هيحصل في النيونيتال انتنسيف كير يونت في النيكيو، وبالتالي العيان يحتاج يتحجز لو هو انستيبل او في بدا يبقى فيه مانيفستيشن اوف كومبليكيشن، لازم يتحجز في النيكو او في انديكيشن هنقولها في محاضرات اللي هي البوست جراديويت ان شاء الله. في every effort is made to involve the parents in infant care. لو العيان هي go to home يبقى لابد ان احنا نعمل education للبيرنت علشان الانفنت كير. في نهاية التوك ان شاء الله انا بحب يعني اذكركم بالفكره الرئيسيه بتاعت النهارده. الفكره الرئيسيه بتاعت النهارده ان احنا مش كل لو بيرث ويت انفنت هو بريماتيور، ومش كل لارج فورك جستيشنال ايج انفنت هو انفنت اوف دايابيتيك مذر. الانفنت اوف دايابيتيك مذر ممكن يبقى لارج فورك جستيشنال ايج، وممكن يكون سمول فورك جستيشنال ايج. الكلاسيفيكيشن اوف نيوبورن مهم جدا ان احنا نبقى عارفين البيزس اوف كلاسيفيكيشن اللي احنا قلناها قبل كده، اللي هي اللي بتعتمد على الجستيشنال ايج، بتعتمد على البيرث ويت، بتعتمد على الجستيشنال ايج والبيرث ويت مع بعض.
واحنا شرحنا قبل كده المحاضره اللي قبل كده اللي هي البريماتيوريتي والكومبليكيشن اوف بريماتيوريتي، وشرحنا فيها الريتينوباثي اوف بريماتيوريتي، وشرحنا فيها الان اي سي، وقلنا في محاضره اللي هي قبل كده ده الجزء بتاع الجستيشنال ايج، شرحنا الجستيشنال ايج اسسمنت وازاي احنا بنعمل جستيشنال ايج اسسمنت بالاربعه ميسوس اللي احنا قلناها قبل كده. في نهايه التوك بس بشكركم واتمنى لكم التوفيق، ونلتقي إن شاء الله في محاضرات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.